States is giving and gave to Iran six billion dollars, six billion <laughs> over over hostages, over hostages, and uh, you know there was a very good trade. They got five hostages, we got five hostages. Okay, that's the good news. The bad news is, and the hostages were tough, by the way. I have to tell you, that was okay. Let's assume they're doing just fine. but it was five for five. But in addition to that, we agreed to free up six billion dollars. And uh, that is a absolute disaster. And I would not be at all surprised if part of that ترامب يقول <صفيق> لهم طبعا ترامب يغتنم الفرصة خاصة أنه يدخل الحملة انتخابية انتخابات الرئاسية الأمريكية سيعرف نتائجها بعد سنة من الآن نعدوا عارفين 13 شهر بالضبط نعدوا عارفين أي في الأيام في الأسبوع الأول لنوفمبر الانتخابات البريطانية دائما ستكون في يوم الثلاثاء الأول في نوفمبر بعد كل أربع سنوات ففي الأسبوع الأول سنعرف من هو الرئيس القادم وترامب حظوظه عالية جدا وخاصة إذا ذهب بايدن إلى هذه الانتخابات لأن كثير من الأمريكيين يقولون أن بايدن صحته سيئة جدا ينسى يغلط يسقط إلى آخره وهذا صحيح وأيضاً أيضا استخدم ترامب الاضطهاد القضائي كما يسميه وهي في الحقيقة ماهوش اضطهاد لكن هو يسميه الاضطهاد القضائي استخدمه ضد الاستابليشمنت التي لا تريد عودته وإذا عاد ترامب إلى الولايات المتحدة فإنها ستنتهي بحرب أهلية أو ما يشبه الحرب الأهلية. الولايات المتحدة لماذا بايدن يسارع الآن بهذه الاندفاع الرهيب؟ لأن هذه القضية راهي بعداته على ثلاث قضايا جوهرية يعني هذا الموضوع يريد أن ينهيه ويقدم أسلحة غير مسبوقة إسرائيل تكلمت يعني إسرائيل اليوم تكلم على أنهم قصفوا غزة بستة آلاف صاروخ وزنها كاملا هو أربعة آلاف طن تعرف ما معنى أربعة آلاف طن معناها أربعة ملايين كيلوغرام من المتفجرات ربع ملايين كيلوغرام متفجرات كل غزاوي المعدل لحد الان فقط يعني هذه حتى صبيحه اليوم كل واحد من غزه خذا المعدل زوج كيلوغرام تاع متفجرات وفي مجملها كانت 6000 طن اذا اعتقادي ان بايدن يسارع لانه يعرف ان بقاء هذه القضيه طويلا اولا هل سمعتوا هذه الأيام على على ما يحدث في إيرلندا؟ تقريبا لا شيء. ناس تقريبا 80% من الإعلام الغربي حول هذا الموضوع. القضايا الخارجية. قليل من الإعلام الغربي اللي يتكلم على ما يحدث في إيرلندا، بالرغم من في في أوكرانيا، بالرغم من أن مهم جدا هذا واحد، إذا هذه القضية وجهت الناس في اتجاه آخر غير الحرب مع روسيا، الأمر الثاني هل سمعتم على ما تفعل الصين هذه الأيام في منطقتها وخصوماتها؟ لا أبدا لماذا؟ لأن العالم كله مركز على ما على إسرائيل كما يسمونها وعلى ما يجري في الأرض الفلسطينية ثم قضية الانتخابات في الولايات المتحدة ترامب يصعد ويصعد ويصعد في سبر الآراء وبايدن ينزل يعني وتجرى الانتخابات الآن في الولايات المتحدة فإن ترامب سيفوز لا ما كما يقال ويدو الفوق إذا لذلك يعتقدون أنهم إذا ما أنجزوا إنجازا عظيما والشيء اللي دمرت له هذه العملية واش دمرت لبايدن ومعه نتنياهو دمرت له قضية التطبيع بن سلمان قال لا التطبيع ماشي خلاص القضية قضية أسابيع فهذه القضية ستتأخر لأشهر ربما لسنوات ربما لن يكون أبداً كل الأنظمة المطبعة سيكون وضعها ضعيف، ولكن بن سلمان مش فقط ضعيف، إذا مضى في التطبيع فسيظهر آه أنه مجرم أكثر مما يجب، وأيضا هذا عارف اللي هو في النهاية هذا سيؤثر عليه، وإذا لم يمضي فيه، فهذه خسارة كبرى له. ولكن خاصة لبايدن الذي يريد أن يقنع الأمريكان أنه في النهاية دولة الحرمين والآن يسموها من أكبر دول الإسلامية هي ليست كذلك لكن عندما ضعفت الجزائر وضعفت المغرب وضعف سوريا وضعفت العراق وضعفت مصر حاولت السعودية من أكبر البلدان آه للأسف يعني إذا كل هذه خلقوا مشاكل ومشاكل كبيرة لبايدن ولقضية الانتخابات ولذلك هم راح يعطوا وقت لنتنياهو يقولوا له لازم تخلصها في ثلاثة أربعة أسابيع لن يحدث ذلك مش راح تخلص القضية في ثلاثة أربع أسابيع بالرغم من أن الكيان الإسرائيلي جمع ثلاثمائة وستين ألف عسكري ثلثي الجيش العامل والاحتياط كيان الإسرائيلي فيه كله خمسمائة ألف اللي هما مسلحين طبعا هو وراهم اخرين ايضا يقدروا يبذلوا لكن الاحتياط مع الجيش العادي راهم في حدود 500 آه الف الف هذا لم يسبق للكيان الاسرائيلي في كل حروبه ان جمع بالمناسبه ايضا تلاحظون ان هذه المره يسمونها انهم اعلنوا الحرب لم تعلن اسرائيل او الكيان الاسرائيلي هذا لم يعلن الحرب منذ خمسين عاما آخر حرب كانت بينه وبين مصر وسوريا في 6 أكتوبر 1973 وهذه العملية جاءت بعد الذكرى الخمسين بعد أقل من 24 ساعة من الذكرى الخمسين وأشياء أخرى كثيرة تعطل الاقتصاد في الكيان الإسرائيلي تعطل كبير جدا باش أعود إلى إلى الموضوع إذا بايدن يريد باش ترامب لأن ترامب يزايد عليه أكثر فأكثر ف... يريد ترامب أن يستولي على أنه هو حامي والداعم للكيان الإسرائيلي أكثر من أي رئيس أمريكي آخر ولذلك يبعث رئيس وزير دفاعه ويبعث السلاح ووزير خارجيته والإعلام الغربي الأمريكي شيء فظيع غير مسبوق